ريحة مرهدي في لنا هيان أيجو هو بيسن إن يذكر أنت أتم هذا الشباب كحور يسوع يا خوارج وحبدا بيسوعيان وضن كورن وحيرين يهينا وأمن الدرد مجالد موي وضن كورن وحكي الرسول الله كورن بيرن هدو إيه ما ده دونه ينوح ولا هيك قاتو كسير حسين وحكي هدو إرجو لا درر كورن لا درر بوير كورن بير هدو يديرو شهيد باتاي بويري كورن بير هدي أنا نجي سجديرو فهو في النار بير النبي صلى الله وسلم عليه حولها إن الله تابرين عد إلهي حرام وكد جاي إن كركود الله تابته هير هذا هوين هذا لبها هذا ندقة هذا حرها هذا أدونها هذا مسلنها هذا قالها هذا إن حق لوجود له يموجي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه قفك إذا كحد جدبة إن لم إذا أنتوا إذا كحد جدبة كحد جدبة هدوب حد جدبة لي مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أيوة قيل قيلنا يوم مساجد كنا واقعه يوله لا حكم إلا لله أيودي جلس كقيل قيلية ما نك جد قوستان أم أدخف دشان بار نوب لنا ما نك يقف دلنا أقول رسول صحابنا أي دلنا حاس كل سنة علمي علوش وجرة أي كسو صارين وكسو دوحين ما نك سوير ركوا قاضي وكمان نانك اللاية حلك كريو يقانا كاسوية الله جد دونا تاسوية ريح أمر هذا الإسلام كو وفق بناء آذن كا مسلم كا ليجي سحور مويا لي حرمة الله يلينا أدب اللؤت كي نصوص قصة أرورتي كتاب يسنة سجود جرنا وحلا سوكو بكرامها آيات كا وعاصمة دي ودن كتاسو معناها دو أيتهاي عاصمة دي ودن كهدي وحلو جد حد لها يقف سومالي أو نبدا مجرو taaso macnaheedu ay tahay dadka caasimada wadan ka degan waa dadkii ay ilaalin lahayd la ilaaha illa allah yu aha ummatu la ilaaha illa allah balad kuna waa baladkii la ilaaha illa allah laga laha ummadiisuna ay ahayd ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam saadarteed macna loo dilay ma jirin haday cidi dishay ku xad gudubtayna ama waa cadaw shisheeyo oo soo duulay ama waa mid caqiidadiisu faasi tahay oo waxa weeyna dhax jooga weeyaa الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي الكرام وحولي لنا والله هاي فاجعدي هي خبرك حنوك بدناء قرحي كدعي حيبت الليدو سبت ذي لصور دافي وولي أينو يالان dawci iyo dibanayaashi meesha ku wax iyo loobday intii dhimatay ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu naxariisto inta dhaawacan rabbi u boogadhayo runtii qaraxyada noocaas ah iyo amni darada dalkeena haysata waxay ka mid noqdeen nolol maalmeedka ilaahay intay u ekaadeen war la qaba xiisa ma leh xaalku sidaa ma aha oo in takhriib la geysto oo qarax la sameeyo oo dhibaato la geysto oo dad la laayo aaminina oo aanan galabsanin in wax la yeeleeyo wax la caadeysan karo iyo hadii ay dhacdo arintaas oo kale wax laga aamusi karo iyo wax laga dabahari karo in wax laga qabto ma ogiya ma aha waxaa loo baahan yahay marka wacyigu inuu soo noqdo dareenkii damirku uu soo noqdo waxaan dilahay waxa ay yihiin la fahmo waajibka naga saaran cidda duulaanka lagu yahay waa intan iyo intii la dhalatay iyo intii la midka ahayd iyadan la iska wareysto oo marka talaabo loo dhinyahay sida iyada lagu qaado ficilkaasu ficil aad iyo aad u liita oo waxshinnimo ah oo diinta ka fog oo dadnimada ka fog oo waxa weeye qiyamka aadanuhu u leeyahay ka fog ayuu ahaa haddii wax muujinayana wuxuu muujinayaa qoladaasu siday diin iyo dadnimaba uga dheer yihiin oo camalkoodu xumaan loogu qurxiyey sida ilaahay quraanka uu ku yiri afaman zuyyina lahu suu'u amalihi faraahu xasana fa inna allaha yudillu man yashaa wa yahdi man yashaa falaa tadhhab nafsuka calayhim xasaraat inna allaha caliimun bima yasnacuun mid loo qurxiyey camalkiisii xunaa ee mooday inuu wanaagsan yahay
ميول لم يديها مد عمل ونعكسن كتاعن وأي إلهي سبحانه وتعالى إسقى عدو دونا بعدي يعدو دونا نهذون ليا نبيك وحلو الله صلوات الله وسلام عليه هكم مرجن والنفط هذا هكو شغلين إلهي بالله سعد وحى السمايا ليا كنا أبل مرين دونا ولا ليال إسلامك وفق بناء آدم كا يا مسلم كا لي جيس حرم ويا لي حرم هذا الله يا لينا آد باللؤة كي يي نصوص قصة أرورتي كتابي والسنة يسوق جيران وحلا سوكو بكرمها آيات كا طبعاً كا الوصايا العشرة اللي يراهدو في سورة الأنعام إلهي مركوك الله يو حق سئي حق مخلوق إليهين قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم اللوحة وقدري ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق هدلنا نفتي إلهي وإن لحدله وحران كدقي إن حق لقد لي يموكي شيخ عبد الرحمن السعدي وحق لي هي وهذا شامل لكل نفس حرم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر إلا بالحق وحولي هاي وحا أي شملين إيسا إنان عدنا لسكد لكرين إنان الله تابرين عد إلهي حرام وكدقي إن كركوض الله تابتو هيا رادو هوين هادو لبها أهادو ندقا أهادو حرها أهادو أبدونها أهادو مسلمها أهادو قالها أهادو إن حق لقد لهي موقيه حدد كاس آد كوليتا أو أنا إسلام نمذا يودد نمذا ونعكسن منا أنا كوش قضاء لهين أو ودن كأنه أولنا ليهاي وحاولنا تصيا غبش ككجرة عقيدة ده ضد كوحا سماينا هي وحاكلونا تصيا تقدران تعدو جاس أوليهاي وايو وحلا بيكسدي وضد أنا وحب جلب سنين حل جلب بيكسدي وحل إيسان ماشا سودقال وكسكسعون اللي باتكرنا أني كجرين ماشا الله بيكسدي وعاسمة دي ودن كتاس ومعنى هادو أيتهاي عاسمة دي ودن كهدي وحلقو دحدي لها يقف سومالي أو النبادة مجرو تاس ومعنى هادو أيتهاي دادك عاسمة دي ودن كدقن وددك أي إلال الله لا إله إلا الله يو أها أمة لا إله إلا الله بلد كنا وبلدك لا إله إلا الله لغلها أمة سنة هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم صادرت معنى لو دي لمجرين هداي عيدي دي شيء كحد قدبتينا أما وعدو شيء أسود دولي أما وامد عقيدة دي سفاسي تهي ووحق وينا دح جوغوي الله مركو كشيكي لبدي ويل الماء آدم أها متكود ومتك كلد لي باوحق وشيكي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا تادراد بير وحن كقرني ربنا إسرائيل لجوا جبيالي قفكي حق درك دل النف أما أيضا وفساد دل وحول لم ذيها بشر كورن سقو اللهي قفكي هل نف نولينا وحول لم ذيها سقو آذنه ودن نولي aya da marka annagu ka dhimbil qaadanayna waxa loo baahan yahay inaan dhinaca nooleynta xoog saaro oo waxa laga sugeeyo in la noolaado oo kaliya aanay noqonin dad muayyana aanay noqonin ciidamada amaanka aanay noqonin waxa weeye dad gaar ah oo lacag lagu siiyo laakiin qof walba uu xil iska saaro sidii uu ku noqon lahaa qof wax badbaadiyo oo sabab u noqda in bashar koodan ay badbaadaan waxa la weydiiyey ninka la yiraahdo Suleyman ibn Cali ibn Cali ibn Rabi'i ayaa la weydiiyey wuxuu yiri waxaan ku yiri Hassan al-Basri waxaan ku yiri maxaa laga wada aayada min ajri dalika katabna ala bani Israila ma annaga iska leh mise reer bani Israil bi ku koobanta wuxuu yiri ay walladhi la ilaha ghayru fahiya kama kanat li bani Israil wama ja'ala dima'a bani Israil akrama ala Allah min dima'ina sida ay reer banu Israa'il u qusaysay inana noo qusaysa dhiga reer banu Israa'il la kama u san dhigan Rabbul Izzah mid ka karaamo badan anaga dhigeena sidan dhigooda loo daadan karin oo isan iyagu isu dili karin baynan anaguna isu dili karin buu yiri waxa marka loo baahan yahay qofka inuu macnaha dhigiisa uu ku fadhiyo dadka la nool dhigooda macnaha uu ku fadhiyo inuu dareemo anagu la ka ciladana haysto waa maxay nimankii dhibay geysanayaan wa ka amanna ma in xasharaad dhinteen
وكأنما واحد انت دات كود اني سنهين وكأنما ان محل يرا عده لو سو مقن يهي او لو سو سوده انت دمن اني اهين دادكو وا اسك برادلي وا اسك جوغا ولا نسينا قبا شقل لو ما جيرو تحدر لما قبو وها وهي ما رتي فيرده لبدين ما هيو ارمها سن وهي شيغه هيان خوغا نوع اه او موجينه هيا ان دادكو مسؤوليه هيرك لغا ربي وري ان لا جوغن قفكه انو نفتيسه دفاعو او اسك الىاليه عدوغا هوررك اه islaanimadu meel sare dhigtay waxyaabaha culimada qaar kood xitaa ay yiraahdeen waajibka weeye kamid tahay in hororkan u socda naftada iyo dhigaaga iyo gurigaaga laga cishadana xaq walba u leedahay bal iska badaa dagaalka nimanka lala galo oo amidka ugu fadli badan ee la galo nabigu wuxuu ku sheegay salaatullaahi wa salaamu alayhi cidda lagu sababayo inay yihiin dadka ugu khayrka badan nimba nabigu u yimid wuxuu ku yiri rasuulallahu ka waran buu yiri in haduu ii yimaado doonahay inuu xoolahayga qaato kaasuu yiri Hasin wuxuu yiri haduu ilagu la dirir ka waran la dirir buu yiri ka waran buu yiri haduu idilo shahiid baa tahay buu yiri ka waran buu yiri hadii aan aniga isaga dilo fa huwa fi nar buu yiri nabiga sallallahu alayhi wa sallam xoolahaaga joogta xaasku meel la dhigay naftada xoolahaaga iyo cirdigaaga had gudub inta lagu ma sameyn karo hadii la soo doonto diintu xaq walba ku siisay inaad is difaacdo iska dhiciso qodobka kale waxa uu yahay oo qiil kaba noo diidaya qori guri uu san qori walin ma jiro dadka meesha maraya intaan hubaysanayn ba yar guri aan bisool laga helaynin ama qori laga helaynin ama aan la awoodi karaynin haday isku dayaan inay wax leeyaan aan wax laga dhaxleyn karaynin lama arko wama cadaalka dadkii durjoog baa la noqday waa la baqaya waa la cabsoonaya nimanka waxa weey wax oo maxaa laga sii baqaa nimanku waxba way dilayaan weeb wixii looga baqahay waaba gaareen ba maxaad u sii baqdaa ma waxaad sugeysaa intu adiga intu kaaga yimaado uu ka dilahayo arrinkaas runtii waa arrin waxa weey aad iyo aad u culus oo loo baahan yahay dadku inay ka waantoobaan bale waxa la baneeyay ilaahay wuxuu ka cabiray xad gudub in la sameeyo muxuu yahay faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum qofkii idin ku xad gudba in la mid intu idin ku xadgudbay ku xadgudba hadduba xadgudba la yimid Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda ayagoo qeyl qeylinayo masaajidka ka dhawaaqahay oo leh laa xukma illa lillah ayuu dhigi jiray iska qeyl qeyliya maalinka jid goosataan ama aad qof dishaan baa noo ballana maalinkii qof dileen ugu horeeyso saxaabina ay dileen xaaskiisina ilmihi caloosh uga jiray ay ka soo saareen oo ka soo dooxeen maalinkaasuu weerar ku qaaday oo kumanaanka laayay halka kaliyo yaqaanana kaas weeye lahjadooduna taas weeye reexa mar haday filanahayaan ayagoo hubaysan inay cid kale intay u timaado ee shabaab ka xoreyso iyo khawaarij wax badan bay sugayaan wadanka oo dhan wuxuu u xayiran yahayna waa amni darada magaaladan weey wadanka oo dhan waxa talaabo loo qaadinayay Soomaaliya indhaha si loo loogu eegayo waa waalida ka jirta magaaladan weey isku fiirsashada magaaladan weey isu damqashalaanta magaaladan dhaxtaala weey dadkii inuusan jirin dareenka ku aadan xilka ka saaran inuu wadankan wax noqdo ama dadkan wax noqdaan ama dadkan la badbaadiyo muxuu yahay oo maqan baa waxa weey wadankii oo dhan horumarkiisii iyo talaabaqaadkiisii aragtidii dhala arkayay iyo sidii naloo eegahay oo dhan u wada xayiran yihiin waxaan u baahanahay markaa in talaabo la qaado qof walba uu isa saaro xilka looga baahan yahay waxa uu ka wariyay qaabuus ibnu nikalayra bukhari abi suu uu ka wariyay niba nabigu ibdiyi salaatullaahi wa salaamu alayhi wuxuu yiri nin haduu ii yimaado xoolahayga doonahaya saa yeela wuxuu yiri ilaahay xasuusi hadii aanu ku istaagin intaa ka waran buu yiri wuxuu yiri waxaad u kaashataa cidii kula joogto muslimiina hadii aysan muslimiin ila joogin saa yeela fasta'in alayhi sultaan buu yiri cidii nidaam ah ama maamul ah ee meesha ka jirta la kaasha buu yiri nabiga salaatullaahi wa salaamu alayhi haddii buu yiri uu maamulka iyo ammaanka iyo dadkii wax iga celin kari lahaa meesha ay ka fog yihiin ka waran wuxuu yiri nabiga salaatullaahi wasalaamu calayhi qaatil duuna maalik xataa takuuna min shuhadaai alaakhira aw tamnaca maalaka ka dagaalan oo difaac maalkaaga ilaa intaad ka noqonayso mid ka mid ah shuhadada aakhiro ama xoolahaaga aad ka dhacsanaysa buu yiri nabiga salaatullaahi wasalaamu calayhi waxaa la rabaa markaa in loo soo istaaga mas-uuliyadda ku aadan dadka kan ciday ishayaan waa innaga ah in maxaa la yiraahdaa in sheeg la iska qabto waxaa intaa weheliya dembiga lagu gelayo aad buu u culus yahay
إن لغو في رصدات كمسلمين تأضيع أما بس قيب الله جن نقطة بقى وهذا وحيابها أنها يستوى حاكم إذا وحال ليه ضدك كلمة بكل حلاية المجتمع الحديث وسأوجه لها يعني وحال يقول درة أدم ويدو شعب كل دولة ده يانا يعني وحير هذا اللالوش بالقاطي أو كنترول هبل بالدافي أو محل يراه هذا جيك بوينت قاس حوجا أنت اللي سوسي يكسر جد بي أو ميس ويدي لي هو جوريك ككريه أما عبسدة أما جرشدة أو يجو أكسون أوفا صحي إنه يكون ديار صدان إجرام كودا ماشاء يضع دم بيقى قيبكم على هميا والسؤال كوة أسية العقتة بعد أسية يجو أودي كرا إنت العقتة سوء أو الصدان إنه استقاد عيان كوة دم بيقى قيبكم على هميا ومرك الله هذا شؤوها يستا إنه يدينوها يستان إيا النصوص إنت يحولها بحيان بعد لقول الله يددك أي حتى قرابة دي يجو اللفتة دي يكون بتبادي وايا كوة دم بيقى قيبكم على هميا ما سيدنا بالله وده هلا مسؤولين ده لسكت وطور هي مال لسكت دايو شقادة تعالى مع اللقب صدر عند الله دانا إنها يعد كلامها والنفط هذا إني قول إذا تدن كبد بادي يضو حتى ذا قفوا البمو إلهي يقول له وادي إنه نفتي سبد بادي وهداي الدولة دي كف اللان ويدي وحنا كف اللان ما جعل القصيو ووحى ويعيش هذا بيدو جوكته بأنت قري الله يجرب قاتا قبائل لوجود دولة ما قبائل كلا تنجل عسنا هيا lagaha meelaha laga diray waa la yaqaanay dibadda laga dira ganacsatada dirta laba reer ba isgalaysa waxa la diraya intaas oo lacag intaas oo huba la diraya waa isku baabaaya inta miyaan loo abaabuli karin nimanka la yiraahdo khawaarijta shabaab miyaan annu cali isaga dhicin kareyn waxa lagu jiro waxaad moodaysaa inay yihiin wax yaani u eeg khayaal inay yihiin bad moodaysaa oo dadku sidee u fikirayaan markaad fiiriso waxaad leedahay dadka kan muquba ku dhacday baad leedahay dadka kan مقولها بارتي بعد سلادة دتك كان ميس حريهم بس ويدين إيسا إخوتي الكرام وعلوب بهي هاي دم بيج الشباب إن قريب لقنا قنن ولا مركو لمبرك الله بعدنا إن الوجود دا ونن الديوس لقنا قنن ولا مبرلبو لمبرك السدحات وحوي هاي شقذا قبشذا أباهن إنه قفل بقصو برير النفط إلهي أباهية لكل أجل كتاب وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا نفنا ومسقنا إنا إسكدمتو إذن كإلهي مؤجي هذا أرزاق الدنيا كو تالو ولا دن تغين هذا إنا شاكيس إيكوسي قرنتهي ولا لغو كحينين إنت كو الرئيس إن ضد الإسكد قال له بهاي لبعطة داد كان حرق جحسدا يا خوارش يا كسي الدرم بقى أنك كليا قار نقم أهين داد بضم بيصور لبعطة عراق مش اللي هجري دبي قريين واهل عيين داد كي ولي بأهل السنة ها واللوغة فإيديستي oo xilligii ay joogeen mareykanka iyo yuhuuntooda ayay ahayd oo ahlu sunnadu maxay ku dhacday mareykanka iyo yuhuunti waa leenayaan oo maxay u leenayaan waxa loo leenayaa maadaama daacish iyo nimanka la yiraahdo qaacida ay ka soo jeedaan ay ku abtirsanayaan marka dambe ahlu sunna oo aanay shiica ahayn waxa la leeyahay idinka idin ka soo dhaxbixeen oo idinka dhalay waa la dilayaa marka ahlu sunni waxa loo dilayaa daacish baa dhici karta inaad ka mid tihiin ama aad garab siinaysaan ama ay idinku jiraan baa loo leynayaa waa dhanka xulafada shiicadii markay noqotana way leynayaan oo maxay leeyihiin daacish baa idinku jirta iyagoo sunnanimo hadana u leynahaya kuwii kale ee ilaahay kuma sama diiday maxaan ku jiraahdaa ii sheeg ee daacish taa iyo wixii la dhigi jiray qaacidadina way leynayaan oo maxay u leynayaan jawaasis baa tiimay u leynayaan waa lagu baabay aad baa loo rafaaday mee gobolka la yiraahdo anbar oo markii ciiraaq saddex meel loo qaybiyay meel akaligiis magaalooyinka Falluja iyo Ramada iyo Ramadi iyo meesha la yiraahdo maxaa la yiraahdo Caana iyo magaalooyinkaas yaani aad baa lagu baabay dhinaca kale Bacquba iyo dadkii waa la xalashaday ahlu sunni markaas is aruriyeen oo ay suubayeen oo ay qalabki qaateen oo dawladdiina la macaamileen oo yiraahdeen waxaan doonaynaa inaan nimankan iska dhicino annaga nolosha soo weerari karo ahlu sunnanimo nimankan ahlu sunna nala baa dagaalkii ay qaadeen oo loo bixiyay xarbu saxawaad oo qabaailku ay u ahaayeen horseedka baa ciiraaq lagu xoreeyay la qaacida wala ilaahay kuma sabadiiday nimanka la yiraahdo ee sheeg daacish oo maanta aadan moodaynin inay soo mareen waxay gaareen heer shiicadu markay qabtaan qofka ahlu sunnaha inay musmaar indhaha kaga soo bixiyaan ayaa la gaaray dhibkaas ay la kulmeen anagu dhibka nama soo gaarin haddii waxaasina ilaahay naguma keeno meel dhow bay joogtaan la garanayo meeshay soo marayaan meeshay magaalada ka soo galayaan Soomaalidu kuma dhaxqarsoomo qof wax halaynayo dad isdhex yaala weeyo wax u qarsoon ma jiro
هل كان لما مري كرتي وحي لو تمر روح باكو شاكتي وحل لي حقا سبحانك دونتي يا لقولي ما واحد تاني انت صوم مريبا عدي اركي ويدي ولا قور قبي واي جوابته هم يا اسكو فيرت مركي يا مجيرين عدة اللي ديلها هي وعادقة حلو بهاي هاي لفها جا وحا يكو اقوش هاي الدين تو تكون دفاع عن كرتو انا تكون دفاع عن الدولة دان عادقة عنكو سيسو وحا يدون ايانا وحا كرماها وان الدولة دي ماذا يرتع ماشا اي كبح دو دات كران لحراش دو ماشا نا اي نغطو ميل ادون كشر الوقف فيه اي نغطو تانا منا انفع كرتب معها والله ما وضع عرري كرا حانو بهانا امركا ان انت الهي الوكالة صورة سبحانه وتعالى نفت اللي الدفاع واللي اسكي الاليو نمانكا اي وحا يستمين هيان ان اللي اسمي دايستو واللي اسكو دوبنا دو وقعال اللي اسيو واللي امها امنقا قعال لغو سيو سي اي امنقا قو الاليان هدي اتاكا كرتو دي عدة ذكرنا يسوع يتكلم معها وحوه الرئي وقويس كاقية النفط هذا هو يتاء يضا أنا وفق مسلم كاكا مسلم تودي وجزاكم الله خير وصلى الله وسلم وبارك علينا من العمل وحان إدين والنا فرين فرحالي أي بي إسبانك أمر والبقود تاقان قنق انت مع ميش يدا وحان نقوض بشارين ياقي مقنس بلاران ولحر الزكار كبانكي يأتي سكار هي مستركا كسو بير من إذا عصري قاو قادو أي بي إسفي سكار وحان نقوه لكرتا شن دولار وكلية كردقو وهل كاغا اي بي اس ماستر كار كنا هل صدح دولار وكلية دمان كاركا اي بي اس وحاتوه لكرتا مذكير شن دقيقو كاركا اي بي اس وحي هايستان اقوانسي يوغلان شا عالمية وقوف صديني انا سي سهلا وامانة وغو استعمالي كرتا دوني دوران سيلم ده وحال عاي كلابك كرتا اي تي اميادة دالك اي دي بدا وحاتكو تران كرتا تي قدادة دياردها تصاسكا أما ترين نضا وحدنا أقعد يجين كرتا سوقي ذا عالم قادم أي بي إس بانكي وحول جاري هاي قن أنت معاميشة لبعطني أقصى وأنا بانكي كلية بهيا أذيك في سكر جودهان دلخة سدوا خلنا وبانكي كلية بهيا أذيك مستر كار لما يسترن هذا ما عميل كفا إذا يسو قيمة لمستن أتف أقبل عرن إنه فوسا ميني قيمة لمستو وحيس عندهم هم ضعي من بقى حرمت أي بي إس فولو وهو رأي أقاده كارك قوة بون